نجاح جديد سطرته السيدة أصالة نصري بمهرجان صلالة الدولي بسلطنة عمان واللي زارتها بعد غياب دام لسنوات، فأحيت على مسرح ليلة ضخمة تميزت بحضور محبينا وبتقديمها لروائع الغنائية. هيك اشتركت لنا لبكره عايز من بعد الاكل بهالطريقة صولا تحضرت الحفلة فخضعت لبروفات عديدة برفقة المايسترو الدكتور وليد فايد وعدد كبير من العازفين والكورال. وبيوم الحفل وقبل الانطلاق للمسرح أصالة خضعت لجلسة تصويرية خاصة مع المصور محمد فافد بعد ما ارتدت فستان لافت من تصميم اللبناني نيكولا جبران، واهتم بإطلالتها كل من المزين مشعل السعدون وخبير التجميل محمد الحداد. فور انتهاء من جلسة التصوير أصالة انتقلت للمسرح برفقة صاحب شركة أوغاريت المنظم للمهرجان يوسف دندش لتتفاجأ باستقبال عماني مميز كان حضر لها خصيصا. بوقع انت بيدك تاخذيها؟ بايدي اسهل بايدك أسهل. إيه؟ اسهل وبعدين من غسل؟ لا بعدين بغسل موجود كل شيء طبعا. صحتين رائعة كأنه في عسل أنا بحب العسل كثير وكأنه في زعفران بحب الزعفران. أصالة تناولت الحلو العماني التقليدي ومن بعدها قدم لها الهدية المميزة. شو أكابر عن جد شكرا بعد هالاستقبال الخاص أصالة طلبت تبقى بمفردة للصلاة ومن ثم انتقلت للمسرح اللي كانت نقطة الانطلاق على خشبته أغنية سواها قلبي. تألقت أصالة كالعادة وقدمت روائعها أمام جمهورها العماني اللي هتف باسمها وطلب ببعض الأغنيات المحددة لتلبي الطلبات وتغني لأكثر من ساعة ونص. من زمان النتيجة باينة زمان.
بعد انتهاء الحفل كاميرا أغاني أغاني والزميل فراس حليمي كانوا التقوا أصالة بمكان إقامته، وبداية الحديث بالطبع كان عن عمان وأهله. سولتي أول شيء اشتقت لك، وتاني شيء بدي لك تانكيو على هالسفرة الحلوة اللي هي من العمر بالنسبة لي. يعني إذا بدي أرخ شيء بهالسنة بأرخ هالسفرة، قد ما كنت مبسوط برفقتك. وبس حدا يتعرف عليك هيك من جوا عن جد قدي صورة حلوة وقدي ما بعرف شو كيف بدي اعبر بضيع يعني. ما تعبر فهمت يعني. انا عارفه عارفه وفهمان كتير 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 وبعرف يعني للاسف اني بعرف بعرف للاسف يعني بيخجلني اقول لك اني بعرف انك بتحبني كتير، لازم تحبني كتير وانبسطت كتير بعرف حبيبي انت وانا نفس الشيء. خلي لي قلبك. نحن اليوم طبعا بصلاله بعمان، وحسيت هالبلد قد ايه هيك عنيت لك وحبيتيها من خلال الصوره اللي حطيتيها، من خلال غنائك اليوم، من خلال استقبال الناس لك ومحبتهم لك. خبريني كيف لقيتي هالبلد رائعه يعني الجو بجنن، انه طول الوقت في هيك رزاز وكانه في مطر، وهي مو مطر، هي كانها ندى، فالشعور رائع. فكرة انه انا بلكونتي من هون 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 على المحيط الهندي، هي فكرة بتجيب لي رهبة، والرهبة بتخلي عندي شعور هيك فيه لمسة خوف وانا نايمة، خصوصي اني انا بهالسفرة يعني لوحدي من غير شعر. كلهم مشغولين، الله يوفقهم كلهم يا رب. النوس مشغول بنزول ألبومي، وجوزي مشغول بفيلمه، وانا كنت يعني مو لوحدي، كنت معكم كلكم اخوتي يعني. وأنا بالحقيقة بستمتع مرات كتيرة لما بسافر لوحدي، لأنه بحس أني عطيت اللي حوالي فرصة يستفردوا فيي واستفرد فيهم. شو استفردت أنا؟ شو بدي خبركم؟ استفردت أنت فيي كتير. تسمع مليون قصة. وأنا عموما يعني أحترم كتير كتير الصداقات والرفقة، وبعتبر أنه مش ضروري الزمن يعني يكون طويل هو يشكل يعني علاقة صداقة، ما له علاقة أبدا الزمن. نحن مبارح بهالخمس ست سبع يمكن قعدنا 12 ساعة أصلا 12 ساعة حكينا عن حياتنا، كل يعني حكيت لكم كل تقريبا تفاصيل حياتي، فبالتالي عملنا زمن يعني زمن من الصداقة والصحبة. فانبسطت يعني بهالمكان، كل التفاصيل الأولانية اللي حكيت لك إياها، وبعدين سردت بأشياء تانية عانت لي صلالة. أنا عموما بحبها، يمكن لأن على قافية اسمي، يمكن اللي جوا بحبه كتير، بعشق جوا، بعشقوا هالمكان والشجر بهالوقت. أنا ما أجيتها غير بهالوقت، رائعة. شفنا جمهور اليوم قدي هيدا تفاعل الحلو، قدي أغنيكي محفورة عندهم يعني. سألت حالي سؤال وخبرتك احنا وجين بالسيارة، انه أصالة اليوم عندك حالة هيدا الشخصية الفنية المنفصمة إلى جزئين، مقسومة إلى جزئين، يعني بتعيشي نجومية خاصة بالخليج وأغنيكي أناشيد، وعندك كمان نجومية خاصة ببلاد الشام وأغنيكي أناشيد، وجمهور هيدا وجمهور هيدا ما بيعرفوا شيء عن بعضهم وعن الأغاني اللي هوب ومصر طبعا بس انا بقصد اكيد لو سمعت يعني المغرب وهيك اذا بدنا نعدد كثير، بس انا عم بحكي لونين يعني، اللون اللي هو اللبناني السوري المصري، واللون اللي هو الخليجي. كيف تتكيفي مع هذا الجو؟ انا عموما يعني بحب كثير اني يكون ملمه باللهجات، وبحب كتير يعني مبدأي يمكن غير باقي يعني كل شخص عنده مبدأ عموما بهالحياة. أنا بحس إني أنا مدينة للناس بكل مكان بهالوطن، إني غني من لهجته. ودائما عندي حتى إحساس هيك بالذنب إنه مثلا ما غنيت سوداني، ما غنيت لليوم جزائري لسه الراي، عندي أغنية هيك فيها لحن راي إنما مش كلام جزائري، ما غنيت مغربي. فرغم أنه أنا موجودة بكل بيت من هدول، يعني أنا عندي أكيد يعني آلاف، إذا بدي أتواضع في آلاف من الناس بالمغرب بالجزائر بكل مكان من هالبلاد اللي أنا لسه ما غنيت لهجتهم. فبقعد بدور دائما بيني وبين نفسي أنه كيف بدي أوصل لهم، أنا بدي يكون منهم من البيت، يعني أنا جاي عبالي يكون واحدة منهم، بغني لهجتهم وبحكي لهجتهم بأغنياتي. يعني هلأ بالحكي العادي ما بعرف أحكي غير شامي، إنما كتير بيسعدني وكتير بيشرفني وكتير بيلبي متطلباتي النفسية إني غني كل لهجات وطننا العربي. لأنه بحس نحن هيك يا دوبك يا دوبك إذا اتحدنا وإذا مسكنا إيدين بعض كلنا لنساوي وطن قوي. وأنا بحب كون واحدة من هالناس اللي بنادي بطريقتي وبمسيرتي بهي الوحدة. أنا
وبالفعل أغاني أصالة بالخليج تحولت لأناشيد حب بيردد الجمهور بكل حفلاته، وهالأمر بيقابلوا أغاني لبنانية وسورية ومصرية عايشة بوجدين كل الوطن العربي. اليوم يعني هيك بنشوف أصالة سيدة الغناء الخليجي تحديدا، بنشوف أصالة يمكن الأكثر حضورا على كل مسارح الخليج، مثل ما بيقولوا هلا هالحقيقة يعني فتة على ملعب آخر وقدرت تكون الـ 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 يعني الملكة إذا بدك على هيدا على هذا العرش. ملكة إطلاقا، ملكة ما بدي أكون، أنا واحدة من الناس، وأساسا ميزتي إني أنا واحدة من الناس، وواحدة من ميزي المهمة والقليلة إنه أنا الناس بتقبلني بيجاما بأوفرول، شكلي كويس مو كويس، منفخة من لما كنت أخذ يعني وكان شكلي كتير كتير تعبان وقالوا لي ما تطلعي كنت أخذ هرمون، فشكلي فتنفخ شوي هيك وشي وتغير، بس أنا بعرف وقالوا لي ما تطلعي، يعني حتى الناس المقربين إنه ما تطلعي استني لحتى يهدى جسمك من الإبر، وهيك حسيت إنه لا أنا شهرتي مو شهرتي، يعني محبة الناس إلي مش مرتبطة إطلاقاً بشكلي إطلاقاً، ولا لبسي ولا حلقي ولا أي شيء بخص الشكل الخارجي، أنا واحدة من الناس، أنا بساطتي هي اللي صنعت مكانتي بساطتي. بالسنوات الأخيرة أصالة أصبحت الرقم الصعب بالخليج العربي على وجه التحديد، فهي الأكثر حضوراً بحفلات السعودية والكويت وباقي الدول الخليجية، الأمر اللي ممكن يزعج بعض زميلات النجمات الخليجيات. بس لا أنا بدي وقف شوي عند هيدي النجومية الخليجية اللي هي كمان خلت أنه البعض يصير عنده عقدة أصالة بالخليج، يعني النجمة اللي هالقد حاضرة على كل المسارح اللي هي أكثر أحياء أن الحفلات خلال الأعوام الخامسة الستة الأخيرة. أكيد أكيد لو سمحت شوية خشب. أوكي يلا بس كامل. صح إنه أثرت شوي يعني أثرت على شو على نجمات تانيين من يعني غايزون هذا الموضوع، يمكن عم بيجربوا يفشوا الغايز بطريقة تانية، بس هو هذا الموضوع تاني أو ثالثة بعتقد، والله إذا هيك يعني يمكن I don't know ما بعرف إذا هنن غايزون، كل حدا بياخد بهالدنيا يلي رب العالمين قاسم له إياه، وأنا رب العالمين قسم لي كتير 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 من المحبة كتير، وهي بالنسبة لي أكبر ثروة عموما بحياتي، أنا صديقة مقربة لأشخاص كتير بالعالم العربي بالخليج يعني تحديدا، عندي صداقات متينة جدا جدا، يعني حتى هنن بالنسبة لي سند وأهل وحبايب، وهي النعمة الكبيرة اللي الله أعطاني إياها، هالمحبة الكبيرة، محبة كمان اللي ما بعتقد إنها حتزول إذا لا سمح الله بعيد ألف شهر زالت مكانتي أو زالت شهرتي أو بعيد الشهر يا رب راح صوتي بيوم من الأيام إن شاء الله، لا بعيد ألف شهر عملت اللي أهم منه، عملت علاقة كتير طيبة وكتير حميمية مع ناس كتير، وهذا الأهم اللي عملته مثل ما عملت يعني معك أنت فروسي مع كل أصدقائي المقربين بكل مكان، فهو هذا المهم، فإذا بدهم يتغازوا يتغازوا من هذا لأنه هذا هو اللي صعب، أما إن المشهورين في كتير ناس تضرب الأغاني وتكسر الأغاني مثل أغنياتي، وما رح أقول أكتر لأنه ما في أكتر، بس يعني مثل أغنياتي في ناس كتير عملت أغنياتهم كذلك، يعني إنما بس ما عملوا قصص على السوشيال ميديا وحركات وأخبار ومشاكل اللي هن مين التانيين تقبلوا الحجم النجاح، في ناس تقبلت وفي ناس تعرف انه كل حدا بياخد نصيبه بهالدنيا ومبسوطين بالعكس ل يعني للي انا عم بعمله يعني بالعالم العربي، وفي ناس طبعا تعبانه حياتي تعبوا، وانا بقدر انه تعبوا، انا بفكر بمنطق، انا بقول يمكن لو كنت مكانهم بيصير نفس الشيء بتعب يمكن في احكي بوضوح اكثر، لا بدك تسكت عن اخر بيت، لا انت حاجه من الحاجات اللي بعاتي كتير، لو بترتيب الخانه انت في الخانه الاخيره، انت حاجه من الحاجات اللي بعاتي كتير، لو بترتيب الخانه انت في I'm gonna get it.
بعيدا عن هالموضوع انتقلنا للحديث عن الألبوم الجديد في قربك واللي كانت بدأت أصالة بالترويج له من فترة وأغنيته عم يصدروا بشكل متتالي خلال هالأسبوع. نروح للألبوم الجديد، نطرين الألبوم الجديد أكيد، وهيك حماسنا كبير. أنا سمعت كم شغلة بهاليومين، واو يعني شفت قدي رايح على محل جديد، شفت قدي شغلي على الميوزك، قدي شغلي على العمل، قدي عندك ورشة بهذا الألبوم. يعني أخذ سنة تحضير. ثلاث سنين. كريم علينا هالفترة بالإنتاج هالقد، يعني بين الألبوم الخليجي، بين بنت أكابر، بين كبر الشو، وبهلأ الألبوم، وبعده كمان في غنية الفيلم. أنا هيك خليكي يعني كريمة على طول بستوديو عم بتسجل لنا ومتنزلين لنا. يعني أنا عموما ما عندي كسل للحياة. إيه استغلوا، أنا كمان بستغلوا للآخر، وكل مرة بغني بحس أني كأني هي آخر مرة بدي غني، أو هذا أهم شيء بدي غني، وهذا اللي عم يخلي الألبوم يعني بالنسبة إلي ألبوم عظيم، بالنسبة إلي ألبوم ما صار أديت فيه، رسمت شخصيات يعني بطريقة فيها كتير كتير من السحر، السحر الحقيقي. يعني رسمت لكل أغنية ست بلون شعر بشكل معين لعيونها، للون عيونها، بقعد بتخيلها. يعني أنا ما بغمض على الفاضي، أنا بغمض على المليان، أنا بغمض وبرسم صورة، برسم شكل الشخصية اللي بدي غني من خلالها. كيف هلأ هي دائما العلاقة بأصالة الشخصية، بس بلونها أنا، مرات بخليها هيك البنت طويلة، مرات لا كتكوتة مثلي، مرات بتكون قوية ومرات ضعيفة. رسمت شخصيات بألبومي كلها رائعة، كلها بنات حلوين، حلوين مو بس بشكلهم، روحهم حلوة اللي هو الأهم. وغنيت غنى كتير صعب وكتير كتير كتير جديد علي، وبعتقد أنه الناس حيطيروا فيه. إلى جانب الألبوم الجديد، أصالة أيضا عم تطلق ضيفة شرف بالجزء الثاني من فيلم ولاد رزق للزوجة المخرج طارق العريان. ولاد رزق طبعا عم نحكي كتير عن الفيلم، عن مشاركتك، الفانس تبعك عم حسسين على السوشيال ميديا أنه أنت البطل المطلقة تبع العمل المطلقة. فخبرينا مزبوط هالقد في يعني دورك بالمرة صور. أنا تيتو تقريبا قالي تعالي مرئي، يعني أنا مريت بالفيلم. مرور الكرام. ليه؟ اولا انا ما بعرف مثل يعني للاسف، انما جاي على بالي يعني اذا بدي اخذ تجربه من هالنوع جاي على بالي اعمل مسرح غنائي، ونفسي اشوف حدا هيك يشيل موضوع المسرح الغنائي على عاتقه واعمل مسرحيه عظيمه غنائيه عظيمه، تكون يعني رهيبه مثل مسرحية أنا كتير 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 حاببتها ومبهورة فيها، هي بالإنجليزي. وفهمت على فكرة، كل حضرتها ثلاث مرات، كل مرة كنت أفهم شوي. تاك جبران خليل جبران، مسرحية غنائية فوق الرائعة، عملت الموسيقى دانا الفردان، عاملة موسيقى خيالية وجديدة ومهمة، وكأنها حتى هي جديدة وكلاسيك بنفس الوقت، يعني وكأنها محفوظة محفورة. جاي عبالي أعمل شيء من هالنوع من أمنياتي. أصالة كانت كشفت خلال اللقاء عن تقديمها لتيتر الفيلم اللي رح يشارك الغناء خلاله الفنان المصري مصطفى حجاج. بالفيلم طبعا التيتر. بالفيلم مريت هيك تك تك فت دخلت قلت لهم هاي، وأنا كنت بسهرة المفروض أنا وسيفا يسرى الحبيبة وماجد المصري، وهيك يعني بس كلمتين، بس تجربة معدومة، تجربة كتير بسيطة. تيتر حلو كتير، جريء كتير. جريء كتير، موضوعه جريء جدا، كلماته جريئة جدا، وجرأة كمان انك انت اليوم تختاري فنان شعبي بمصر تقولي له تعال اقعد حدي وغني معي وكون انا عموما عملت هذا كتير فروسي، عملته كتير، غنيت مع اشخاص كتير، غنيت مع يعني انواع مغنيين عديدة، وانا بحب عموما مصطفى حجاج، بحب نوع صوته وبحب اغنياته نعنى. وحبيت ايه بتاع النعناع، يا منعنع هاتي دي من المدلع بحبها كتير، بغنيها بالبيت كتير. خطوة وحب هاي التانية معني مو حافظة، بلخبط شوي بالكلام، اتس اوكي يعني مرقولي اياها، ما تعدولي على الوحدة. ها بس هي فرصة كبيرة كمان. يا صاحبي الخطوة خطوة، امشي لي لو خطوة، ده انت عالقلب ليك سطوة، خطوة لازم أني وأرقص فيها هاي. بكرة الدنيا تجيبك يا عيني، جرس ما دايم أيامها تدور، خطوات رجلك تجيبك من جديد، وأكسر غرورك إذا بعد الغرور، صدق النجاة
بكرة يجرى عليه. قبل حفل صلالة بيومين أصالة كانت زارت لبنان وقضت عدة أيام بين بيروت وبيت الدين لتخبرنا أكثر عن هالزيارة وعن شوقها للقاء جمهورها اللبناني بحفل خاص. خبريني كيف كانت زيارة بيروت، شو فرحنا هيك بس نشوف أنه أصالة بيروت مع إنستا أنه نحن ببيروت وكذا، قديم نفرح وقديم بنفس الوقت منقول أمتى بدنا تكون أصالة على مسرح بيروت، لأنه هالقد في جمهور كمان بحبك. آه شو نفسي، آه شو جاي عبالي، يعني شو قلك يعني يا ريت إذا بتدعوني أنا بجي لكم ركض. أنا ممكن من عندي أبدا، بالعكس بالمرة أنا ممكن إجي وحياة الله مو بالطيارة، ممكن إجي لكم بجي لكم ببلاش، بجي لكم ببلاش، تفضل تفضل ها بجي ببلاش. أنت وبيروت؟ أنا بيروت بعشقة، كلمة بعشقة قليل، أنا بحبها، أنا بحب اللبنانية، بحبهم وبحب بعرف وبحب حبهم إلي، بحب هالنوع الحب، بعدين تحديدا مع اللبنانية أنا بعرف كليك معاهم بأسرع مما تتخيل، أسرع 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 ما تتخيل، عندي علاقة حب وتفاهم وحبهم للحياة بيشبه حبي للحياة، طريقتنا كتير كتير مشتركة، وبعرف أنه قديش لروحي ولتلقائيتي في تقدير عندهم كتير كبير. بحبهم، أنا بموت على اللبنانية والله، يمكن أنا بحب اللبنانية كلهم، اللبنانية كلهم ما بيحبوا بعضهم كلهم، لأنه بتعرف يعني بلبنان مثل ما مو أنت بتعرف مثل ما كل الدنيا بتعرف، إنما أنا بحب اللبنانية كلهم سواء كانوا معي ولا مش معي، إذا قعدوا معي بعرف خليهم يكونوا معي، يعني بالنسبة إلي مفاتيحهم كلها معي، لأنه مفاتيحهم شوية روح وقلب ومحبة وتلقائية وبساطة وقعدة لطيفة، صوت وفن إيه يعني بيجوا فيما بعد. طب أنت بيروت ما حنيتي شوي هيك كم كيلومتر لفوق؟ آه شو بحني يا بيبيتي يا بيبي، كتير والله كتير 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 على بالي، مرات بيخطر على بالي إنه روح زور، والله نفسي هيك، ما بعرف يمكن تخطر مرة ببالي هيك اركب السيارة وانزل، اركب السيارة وانزل، لا ما بعرف حس، ما بعرف كيف، أكيد أكيد في ناس كتير بالملايين يعني حيستنوني وينبسطوا، أكيد بالملايين وأكيد الأغلبية من كل الحد اللي معي واللي مو معي واللي آخ والله مش عارفة شو بدي لك يا فارس. أول محل مرة تروحي؟ بدي روح زور بابا، بدي روح زور بابا كتير كتير ضروري، بوسه حبيب عمري، لأنه بحس مع أنه أنا بحس أنه بابا هو معاي، يعني أبوي هو معي، روحه معي، هو اللي بيوجهني، هو اللي بيسليني، أنا بقلك اليوم أنه أنا بسافر لوحدي، أنا دائما مع أبي دائما مع بابا. بدي روح شوف الشعلان بيبيعوا فواكه طيبة كتير، بدي أشرب عرق سوس كمان من الشعلان، بدي روح باب توما، في أماكن في مطاعم بتجنن كتير كتير مشتية روح هونيك، اطلع من مطعم لمطعم وبموت على الأكل، أنا بتعرف فروسة هيك مثلي مثلك نحب الأكل ايه كتير، جعب علي روح بلودان، روح زبداني، آه روح بقين، وروح بيت أمي يعني هو بيت أهلي بالمزة، واتمشى هيك على المزة، اتمشى اركض بما أني صرت رياضية، انزل هيك امشي على الأوتوستراد مشوة سريعة، سلم على الناس حضنهم كلهم بالطريق، وعبالي غني وعبالي غني وعبالي غني كتير. بالحديث عن سوريا أصالة عبرت عن محبتها للنجم الشاب نصيف زيتون وأبدت رأيها بصوته وفنه. كنت قلتي لي شيء عن نصيف مبارح؟ ايه شو بحبه، بحب نصيف كتير وفخورة فيه، مرات بقول بدي اكتب عنه بس بخاف انه تصور، يعني مع انه هو شعور كتير كتير بايخ وبلا طعمة،
ولحالي خايفة أقوم أكتب عنه وعبر عن محبتي وافتخاري فيه وشخصيته وروحه. بحب روحه، بحس نحنا يعني هيك نفس الشعب، نفس الطريقة بالحياة يعني عموما بالروح. بس بقول بلكي ما فدته، بلكي ما أسعدته. أنا دائما بحب لما أكتب عن حدا يكون عم بسعده، يكون عم ضفله شيء، أو مش عم ضفله حتى، يكون عم بعمله يومه أو عم بعمله ليلته بالكم كلمة اللي بكتبهم، لأنه أنا بكتب من قلبي وبحب الفلسفة عموما. فبلكي شيء ما بفيده يعني كونه بتعرف يعني I don't know بينبسط حكتب عنه، لأنه أنا بحبه بموت عليه يعني، مو بس بحبه، كتير كتير بحبه لنصيف. بختام اللقاء أصالة باركت للديفا سميرة سعيدة اللي رح تطلده من لجنة تحكيم برنامج The Voice. ختاما باركي لسميرة على لجنة The Voice، مبسوطين فيها عنده سنة رح تكون، وحبيت التركيبة. ما بعرف كل التركيبة بس عرفت أنه إيه حمائل سميرة إيه كلهم يعني كلهم بجننوا، كلهم بجننوا، وخلصنا من هالقصة. كلهم بجننوا، يلا الله يعين، الله يكون معهم كلهم، الله يعينهم على البتيول، الله يعينهم على بعض، الله يعينكم على بعضكم على بعضهم كلهم. لا كلهم بالتوفيق. سميرة شيء تحديدا؟ سميرة حبيبتي، سميرة هي روحي، سميرة هي بيت سري. أي شيء أنا أفكر فيه أول إنسان بيخطر على بالي اشتكي له هي سميرة. سميرة حياتي، الله يوفقها يا رب. وهيك جاي على بالي إنها تكون يعني مثل ما أنا بعرفها، بالقعدة بروحها بلطفها خفة دمها. وأنا أكيد إنها حتعمل شيء بالبرنامج، أكيد أكيد مع كل المجموعة طبعا. راغب حبيبي وأستاذ كمان كبير، و كمان بعشق ضحكته ونظرته للحياة وهالجلوي اللي هو فيه. وحمائي كمان يعني صديق وعزيز، وأحلام حبيبتي بتعمل بقى خبطاتها الإعلامية، الملكة حلومة ملكة الملوك، كلهم على الإطلاق، الله يوفقهم جميع. مع البلوك هيدا عادي؟ مع تعمل بلوك، تعمل اللي بدها يعني، تعمل تفش خلقة مو نفش خلقة، خلص هذا المهم. فش خلقك بيبي. جاكي فولو من عمر بيتيا؟ ايه قريت والله قريت بالجريدة المصرية. من الفنانة أنغام يعني. حبيبتي أين غومة. ايه جاني فولو. أنا ما بعرف مين بيجيني فولو مين ما بيجيني فولو، بس قريت يعني بالجريدة هيك. وهو حبيبي رفيق ابني، وهو كأنه ابني، وولادة الاثنين ولادي، أنا بعشقهم لولادة، بحبهم كتير كتير. يعني بحبهم كأنهم مني. صافي يا لبن، الله يوفق الكل، الله يوفق الجميع. خلاص ثانك يو، لاف يو، لاف يو تو بيبي. مع هالسؤال انهينا لقاءنا المطول مع سولا، النجم اللي ما بتشبه حدا بفنه وصوته وخصوصيه شخصيته، الامر اللي جعل منا بالفعل شخصيه استثنائيه ساحره بين اصدقائه، وسيده الغناء العربي المعاصر بنظر جمهوره وبنظر كل متذوق للفن الراقي. لم تأشتاقي ولا غيرك انقصت.